سمر، رح نبتدي أولى مساحاتنا الصباحية الخاصة، ورح نبتدي عن الفعاليات اللي حدثت بدمشق، وأكيد عن ماراثون دمشق الأول. كن داعما لذوي الاحتياجات الخاصة لنحكي أكثر عن الماراثون وأهدافه معنا الأستاذ طلال برنية، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباحكم خير، وصباح الياسمين والفل لدمشق. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا أكيد نتعرف على الماراثون أكثر لذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيا. هاي المرة الأولى اللي بيطلع هذا الماراثون، ومشان نفرق بين الإعاقة الذهنية والجسدية خلينا نتعرف أكثر على ينطلق وشو هو. صباح الخير، نحن الماراثون راح ينطلق من مدينة الفيحاء، تجمع الساعة 8 صباحا بالمدينة، ينطلق حول المدينة تقريبا 3 كيلومتر. رح يكون نحن اول ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصه ذهنيا. نحن ذهنيا في عنا اعاقه ذهنيه واعاقه جسديه، فنحن كمؤسسه معتنيه بالاعاقه الذهنيه، ورح يكون هذا اول ماراثون على مستوى دمشق، وان شاء الله الايام القادمه رح يكون اكبر، وفي دائما بصير معنا بعض العثرات بس نحن ان شاء الله بنتجاوزها بالايام القادمه. ونحن كنا حابين نشارك بالماراثون لنعزز ثقافة ذوي الاحتياجات الخاصة مع المدارس، فكان في عنا تشاركية مع وزارة التربية، ورح يكون الأطفال مشان نعرف أكثر عن ذوي الاحتياجات الخاصة. قررنا أنه أكثر المشاركين يكونوا من طلاب المدارس، يعني الفئة الأولى والفئة الثانية. حلو، طب خلينا نحكي شوي، في مؤتمر حيتم عقده او عقد امبارح للتعريف اكثر بماراثون دمشق الاول لذوي الاحتياجات الخاصه، خلينا نحكي شوي الهدف من المؤتمر، شو حبيتوا توصلوا رساله او فكره؟ هلا نحن ب 3/12 بيكون يوم المعاق العالمي، فنحن بهالشهر هذا بنفعل نشاطاتنا اكثر مشان نعرف المجتمع، لذلك كنت ما حبينا يكون ذوي احتياجات خاصه ذهنيه مشان نفرق، لان يعني ايام بيصير في لخط انه مثلا في قبل بيعملوا ماراثونات لذوي الاحتياجات مع التشاركيه، ما نحن حابين نكون انه لذوي الاحتياجات خاصه ذهنيا، اللي نحن بنسميهم بالعاميه منغولي، او هي لنعرف انه هذا الطفل عنده طاقات ايجابيه، عنده محبه، عنده عاطفه، عنده صدق. بقى نحن حابين نطلع هل في اطفال بالبيوت اهاليه بتستحي فيها، نحن عم نحاول نخرج هالاولاد من هالعزله هي. وممكن يصيروا فئه او شريحه فاعله في المجتمع، مثل ما سمعت انه في مثلا 6 اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه بلشوا يشتغلوا معكم بطبع الاوراق والقصص، عملتوا لهم غرفه خاصه فيهم، خلينا نحكي كمان على هالقصه، كيف عم تخلون هي الشريحه فاعله في المجتمع؟ لا نحن مشان ما نكون في عبء على الحكومة وعلى الدولة، فعم نحاول نوجد حلول لهالشريحة نقدر نشغلها تكون فعالة بالمجتمع. هلا نحن أطلقنا أول مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل، مشكورة أعطتنا غرفة يصوروا فيها الأوراق ويتعاملوا ويصير في معهم تفاعل مع المواطنين أثناء العمل، فهي كانت فكرة كتير ناجحة وبناءة لهي، ونحن عم كيف نحاول. لقيت التفاعل فيها للفكرة؟ جيد كيف جدا. لقيت سواء لذوي الاحتياجات الخاصة ولا الأشخاص العاديين، كيف عم بيصير الدمج بيناتهم؟ هلا نحن وقت ما الطفل أو اللاعب أو الشخص عم يطلع من هالبوتقة اللي عنده، عم يطلع يتعرف على عالم، عم تشوفه ويحتك مع العالم، عم بصير شخصيته عم تقوى أكثر، وحتى العالم عم تتعرف شو هي ذوي احتياجات خاصة وشو هي المؤسسة. فمن هالنهج هذا نحن هلا 2020 عاملين خطة جديدة، هي انه يكون الاطفال عوض ما يتمرنوا بالمدن الرياضية جزء من التمرين رح يكون داخل المدارس، يعني اثناء حصة الرياضة، لان هن كمان بالوقت نفسه هن ابطال عالم شاركوا بال 2019 وحصدوا ميداليات مثله مثل اي انسان سوي. نعم، خلينا لك نتعرف بشكل أكبر عن الماراثون، اختيار المكان، أي ساعات رح يتم الانطلاق، مين المشاركين اللي رح يكونوا كمان موجودين في غير طلاب المدارس، خلينا شوي هيك نتعرف عليه بشكل أكبر. نحن مثل ما قلنا بالبداية رح يكون بمدينة الفيحاء، رح ينطلق من المدينة الساعة 9 صباحا، رح يتقسم لفئتين، الفئة الأولى اللي هي أعماره من 10 سنين ل 12 سنة، والفئة الثانية من 13 سنة نعم. وما فوق. وراح يشارك فيه اللي بيحب، مفتوحة دعوة عامة لكل عن طريق الإذاعة والتلفزيون عم نعمل، لذلك عملنا المؤتمر الصحفي وصرنا نروج على
هالماراثون هذا؟ أكيد محافظة دمشق عم تدعمكم دعم لوجستي، خلينا نحكي عن دعم محافظة دمشق لكم. نحن كمان محافظة دمشق ما طرحنا معها هي هالفعالية أبدت كثير رغبتها ومساعدتها، أملتنا الطريق، أملتنا المعوقات للي حوالي المدينة اللي بيصير حوالي السباق، أمنت الإسعافات الأولية، هندسة المرور، كان هدفها أنه تساعد حتى لأن يكون هالشريحة جزء من هذا المجتمع. مديرية التربية الرياضية، خلينا كمان نحكي عن دورها، كيف كمان شو الإجراءات وكيف الدعم اللي دعمتكم إياه؟ هلا دعمتنا وزارة التربية وقت ما رحنا على المدارس صرنا نعرف الطلاب المدارس شو هي ذوي الاحتياجات، لأن في كثير عالم كثير طلاب ما بتعرف شو هي ذوي الاحتياجات، بس صرنا نعرفهم على الطلاب، حتى عملنا بروفا قبل السبق مشان نكون في عنا الطالب كيف بيعرف كيف بيتعامل، لأنه هو ذوي الاحتياجات له أسلوب بالمعاملة، فعم نحاول نعمل كل هدفنا نكون في عملية دمج بالمجتمع. هلا يمكن هي عملية الدمج أكثر شيء عم بيعانوا منها أهالي ذوي الاحتياجات، وعم يسبب لهم حالة نفسية للأهل وللطفل عند رفضهم لقبولهم بأي مدرسة عادية أو حتى خاصة، في مدارس بيقولوا لهم خاصة بذوي الاحتياجات، ففكرة الدمج يمكن أهم فكرة اليوم لازم نشتغل عليها كلنا كإعلام وك يمكن شيء تطوعي شيء اجتماعي. خلينا نحكي شوي كمان عن هي النقطة بالتحديد. انت كمشتي على الشغلة الكتير العصب القوي اللي احنا بنسميها، بقى احنا عندنا مشكلة فعلا بالمدارس وبالدمج، لذلك وقت ما احنا رحنا انه نساوي شيء بالمدارس وطلبنا من وزارة التربية انه يكون مشاركة اكبر فئة من المدارس، تقريبا كان عندنا احنا متوقعين يجي عندنا 2000 شخص، هلا وصل العدد ل 3500 طالب، فنحن وقت ما عم نعزز ونورجي الطالب انه هذا شخص مثلك مثله، بهون نحن اللبنه الاولى لنبلش نعمل عمليه الدمج الصح، لان بعض المدارس نحن زرنا بعض المدارس اللي فيها دمج كانت عمليه الدمج كثير خاطئه، يعني بالصف معامله الطفل كيف يستوعب، لازم يكون بالاقل شيء بالصف في بسموه مدرس الظل، انه يساعد هالولد هذا بدروسه بواجباته بحركاته، لازم حتى يتأقلم يكون في قبل فوتو على المدرسة لازم يكون في مؤهل بمركز، فنحن هالشيء نحن عم نحاول نشتغل عليه، لذلك بلشنا ننطلق من المدارس، ومثل ما قلت لك قبل شوي انه حاولين نعمل درس رياضة، يعني الدرس اثناء درس الرياضة يجوا هاللاعبين هذول يشاركوا الطلاب المدارس بحصص الرياضة. أكيد. خلينا نحكي عن الصعوبات يلي واجهتكم بالرغم من دعم محافظة دمشق، بالرغم من دعم وزارة التربية لكم، شو هي الصعوبات اللي مواجهتكم؟ شو في عندكم نقص كماراثون؟ هلا كماراثون احنا كلها أمورنا جاهزة، ما عندنا نقص، في كثير داعمين، بنشكر كمان الشركة الداعمة هي دماسكوس جروب اللي قدمت كل التجهيزات مكافآت مالية لتشجع هالفئة هي، وبالوقت نفسه نحن مبدئيا كأول ماراثون ما واجهتنا أي صعوبات، كان كله متعاون معنا. مع أنه مثلا كأعلام مثلا كان في عندكم نقص بالبروشورات، عندكم أكثر من نقص، كانطلاقة أولى لماراثون دمشق الأول، هل بتلاقي هذا الشيء أنه بالماراثون الثاني حتتخطوا هاي القصص اللي ما قدرتوا تعملوها هالمرة؟ هلا أكيد كل عمل إذا ما كان في أخطاء أصبح ما يعني نحن بنعترف أنه في شيء مقصرين فيه، يعني مثلا مثل البروشورات تعريف على هي يعني هي ان شاء الله بنتداركها بالماراثون القادم، ونحن هدفنا انه يصير هذا الشيء هذا بنفس الوقت انه خلص 6/12 كل عام انه في عندنا ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصه ذهنيا. هلا انا كمان في عندنا احنا غير هالشيء في عندنا شق، بدنا نسالك عن التحضيرات القادمه وهل سيستمر الماراثون كونه سميتوه الاول فله استمراريه ان شاء الله؟ اكيد هو احنا لسه من الاول، في عندنا السنه الجايه القادمه ان شاء الله بنفس الوقت ب 6/12 من كل عام راح يكون الماراثون الثاني، ونحن في عنا شيء ثاني غير الرياضة، في عنا نحن قسم المبادرات بنشكر العاملين عليه، في عنا مسرحية بكرة بدار الأوبرا الساعة 6 كمان بندعيكم عليها لذوي الاحتياجات أكيد. الخاصة بتكون على مستوى العالم أول مرة بيعملوها. نعم. أكيد نحن بنتشكر وجودك معنا، بنتمنى لكم التوفيق ويكون عدد المشاركين حتى من طلاب المدارس كتير كتار، يعني هي كمان عملية إنسانية خلينا نقول اجتماعية، بنتمنى لكم التوفيق وتنجح الرسالة اللي حابين توصلوها. شكرا لجهودكم. شكرا لكم، شكرا أكيد. كل شيء تعاون معنا والأهالي والطلاب واللاعبين، شكرا. أكيد شكرا لكم، بنتمنى لكم أكيد التوفيق، شكرا كتير. إن شاء الله.